Unité 4. Métier et profession. إذن عندنا l'évaluation et consolidation هادي هادشي عندنا في لاباج 130. هي الصفحة 130 عندنا فيها أولا لورال l'évaluation et consolidation هادي عندنا فيها لورال. لورال شنو كيقول لنا؟ سؤال décrit ce que font ces professionnels dans chacune des images. Décrit معناه وصف ce que font ces professionnels, هاد الناس هادو, هاد les professionnels, dans chacune de ces images. إذن في كل صورة من هذه الصور. نلاحظ الصورة الأولى أن واحد هذا صانع الحلويات أو لبيع الحلويات, هذا يصنع الحلويات, إذن سي نسموه لو باتيسيي. لو باتيسيي غنقولو لو باتيسيي بريبار دي كاتو. Le pâtissier prépare des gâteaux. Iden, c'est un halouiet. Hada, yesnao el halouiet. Hadi, sur la tania, nao el khiyata. Ketchik ou le ketchiyet el malabis. Iden, c'est ce qu'on dit moi, la couturière. La couturière fait des robes. Khiyata tasna'u al-malabis. Anna surat salita, qu'est-ce que c'est? C'est une infirmière, ou bien c'est un médecin. C'est une infirmière. Il est écrit la liste des médicaments. Donc, ou bien le médecin écrit la liste des médicaments. Sur technique joue la lecture. La lecture fiha lit le texte suivant. معناه لي لو تكست سويفون. المطلوب منا هو نقراو فقط, نقراو هاد لو تكست هذا. إذا نقراو النص. الجملة الأولى, فريد est un arbitre de football. فريد est un arbitre, هو arbitre, حكم de football, حكم ديال كرة القدم. Il travaille avec un sifflet. إذن يعمل بصفارة et des cartons. و بطائق فيها جون و روج. جون إذن بطائق صفراء وحمراء. كنشوفوا أن الحكم عندما يوقف اللاعب من فوق يهز واحد البطاقة حمراء, وعندما يوجه له إنذار يستعمل ديك البطاقة صفراء. سؤال الجملة الثانية, il est spécialiste, هذا اختصاصي. il est spécialiste des règles du jeu, إذن اختصاصي في قوانين اللعبة. les joueurs le respectent, les joueurs, اللاعبين, le respectent, يحترمونه. السؤال الآخر, ليكريتور. كنجيو ليكريتور هنا, المطلوب منك ريكري سي فراز, بيان سيت فراز. اكتب هذه الجملة اون سيباران لي مو. إذن ولكن تفصل ما بين الكلمات. إذن عندنا هنا هذه الكلمات هذه مكتوبة, هذه الجملة. الجملة هي هذه, وعندنا كلمات نحاول نفصل بيناتهم. إذا نوصل هنا
les musiciens accompagnent le chanteur. وكان نكتب الجملة les musiciens accompagnent le chanteur. Les musiciens معناها الموسيقيين يصاحبون accompagnent le chanteur المغني. السؤال الأخير هو أن remet les images en ordre. إذن المطلوب منك توضع هاد الصور مرتبة et raconte l'histoire. Raconte معناه وأحكي l'histoire, القصة en utilisant les mots suivants. باستعمال هذه الكلمات أن هذه هي الكلمات رشيد grand-père la pêche يسعد gros كبير poisson سمك pêche يصطادون. Donc la première image هي عندي هنايا هذا كنلاحظوا في الصورة الأولى الطفل هذا اصطاد سمكة كبيرة. في الصورة الثانية طفل ذاهب مع أبيه أو مع جده إلى الصيد ويحملون الصنارة. في الصورة الثالثة طفل مع والديه يصطادون السمك. إذا من طبع الحال نشوف هذه الصور. الصورة الأولى غتكون هي هذه ذاهبون إلى الصيد طفل مع أبيه ذاهبون إلى الصيد. الصورة الثانية هي هذه يصطادون السمك. والصورة الثالثة إذا غنكتبو عليها هنا الصورة الأولى هي هذه واحد الصورة الثانية هي هذه غنكتبو اثنان يصطادون السمك. والصورة الثالثة هي هذه اصطاد سمكة ونكتبو الجملة. بالنسبة للأولى الصورة الأولى je vais à la pêche مثلا avec mon grand-père. إذا ذهبت أو أذهب إلى الصيد مع والدي أو مع جدي grand-père. الجملة الثانية on jette la ligne dans la rivière. إذن رمينا بالسنارة في الواد. والجملة الثالثة j'attrape un gros poisson واصطدت سمكة كبيرة. إذن هكذا نأتي على نهاية هذا الدرس وشكرا وإلى اللقاء.